مساء الخير. نهار اليوم كانت الأجواء صيفية معتدلة في أغلب المناطق، وبلغت العظمى في عمان 32 درجة مئوية. هاي الليلة بتكون الأجواء معتدلة إلى لطيفة وبتوصل درجة الحرارة لـ20 درجة مئوية. غدا انخفاض قليل بدرجات الحرارة، والأجواء صيفية في أغلب المناطق وحارة نسبيا في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة، وبتوصل درجة الحرارة بنهار 30 وبالليل 19. يومي الأربعاء والخميس طقس صيفي نهارا ولطيف ليلا، وبتوصل درجة الحرارة بنهار 31 وبالليل 20 درجة. بننتقل درجات الحرارة الدنيا لهذه الليلة والعظمى ليوم غد. اربد الليلة 20 وغدا 31، عجلون أجواء صافية 19 وغدا 29، المفرق 19 وغدا 32، جرش الليلة 18 وغدا 32 درجة. السلطة الليلة 22 وغدا 30، الزرقاء 21 وغدا 33، مطار الملكة علياء 18 وغدا 31، البحر الميت الليلة 26 وغدا أجواء حارة جدا 40 درجة. مادبا الليلة 19 وغدا 30، الكرك 18 وغدا 27، الطفيلة الليلة 19 وغدا أجواء مشمسة 27، جبال الشراه الليلة 18 وغدا 26، البترا الليلة 20 وغدا 29، معان 19 وغدا 34، وادي رم أجواء صافية 21 وغدا 33، العقبة الليلة 28 وغدا 40 درجة أجواء مشمسة. بننتقل لدرجات الحرارة في عواصم الدول العربية. بيروت بنهار أجواء مشمسة 31 وبالليل 25، دمشق 34 وبالليل 19، القدس 29 وبالليل 20، القاهرة نهارا 39 أجواء حارة جدا وبالليل 24، بغداد أجواء مشمسة 44 وبالليل 29، الكويت أجواء مغبرة 46 وبالليل 35، المنامة 40 وبالليل 35، الدوحة بنهار 47 وبالليل 30، أبوظبي بنهار أجواء مشمسة 37 وبالليل 33، مسقط بنهار 40 أجواء حارة جدا وبالليل 33، الرياض 43 وبالليل 30، صنعاء 28 وبالليل 17 درجة مئوية. وصلنا نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة. عودة لمحمد. شكرا مريان.